السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرز الخلطة مع الكبدة، من أحلى أنواع الرز اللي ممكن نجربها كوجبة غدا، أو دايما بنعمله في العزومات وبنقدمه مع معظم أنواع المشاوي. وصفة حلوة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندي كوباية ونص من الرز البسمتي، غسلته كويس ونقعته لمدة نص ساعة، وبعد كده صفيته كويس من المية. هحتاج معاهم كوبايتين ونص من الشوربة، وباقي المقادير: بصلة كبيرة مبشورة ناعم، توابل صحيحة: ورق لوري ولومي وعود قرفة، وثلاث فصوص هيل واثنين قرنفل، والتوابل البودرة: ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة. هحتاج كمان معلقة كبيرة من السكر ومعلقة من صلصة الطماطم. في حلة على البوتاجاز هضيف السكر وهسيبه لحد ما يتكرمل، مش هقلبه خالص، هسيبه لحد ما يبدأ ياخد اللون البني كده، تمام. بعد كده هضيف عليهم البصلة، هشوحها كويس، وهضيف كمان التوابل البودرة والتوابل الصحيحة، وهضيف معلقة صلصة الطماطم ومعلقة صغيرة من الزبدة. هقلبهم كويس على نار وسط لحد ما ابدا اشم ريحه التوابل المحمصه او ريحه صلصه الطماطم. مهم جدا الخطوه ديت، ما نستعجلش، نسيبها لحد ما تتحمص التوابل وصلصه الطماطم كويس، بيديني ريحه حلوه جدا للرز. بعد كده هضيف الرز البسمتي وهشوحه كويس لمده دقيقه مع الخليط ده، وبعد كده هضيف عليه الشوربه المغليه. بنغلي الشوربه الاول وبنضيفها مغليه على الرز، هسيبها على نار عالية من غير ما اغطيه، واسيب لحد ما الرز يبدأ يتشرب الصوص الشوربة. اول ما يبدأ ينشف ههدي النار وهغطيها، وهسيبها لحد ما الرز يستوي، هيقعد تقريبا من 20 لـ25 دقيقة. بعد كده عندي الكبدة، ركبة الفراخ مقطعها قطع صغيرة، نقعتها لمدة ثانية في محلول من الملح من المية والخل، وبعد كده صفيتها كويس. هضيف عليها التوابل: ملح وفلفل وكزبرة وقرفة وعصير نص ليمونة ومعلقة صغيرة من الخل. هقلبها كويس مع التتبيلة وهسيبها لمدة ربع ساعة تتشرب نكهة التتبيلة كويس. بعد كده في طاسة عندي هنا فيها معلقة من الزبدة المنكهة بالتوابل، نستخدم زبدة عادية او الزبدة المنكهة بالتوابل. الزبدة دي كنت مجهزاها قبل كده معاكم في فيديو للديك الرومي، ان شاء الله طريقتها في صندوق الوصف، بتدي نكهة حلوة جدا مع الكبدة. هسيبها مع الكبدة على نار عالية تقريبا 10 دقايق لحد ما تستوي الكبدة. الزبدة دي كانت عبارة عن زبدة وصلصة طماطم وتوم بودر وبصل بودر وملح وفلفل وبابريكا. ممكن تجهزيها وتستخدميها مع اي وصفة، خاصة وصفات الخضار، طواجن الخضار بتبقى حلوة جدا. انا كنت مستخدماها في خليط تتبيل للديك رومي. بعد كده عندي هنا الرز بعد تقريبا 25 دقيقة خلاص استوى، مفلفل وتحفة جدا وريحته تجنن. جربوها هيعجبكم قوي بالطريقة وبالتوابل اللي استخدمناها مع بعض النهاردة. هغطيها وهسيبها لمدة 10 دقايق، وبعد كده هيبقى جاهز للتقديم. كده خلاص تمام، بعد 10 دقايق بقى جاهز للتقديم. لو حابه تقلبي معاه الكبده وتقدمه كده الرز مختلط بيه الكبده، او لو حابه تحطيه في طبق التقديم الاول وعلى الوش الكبده. انا هحطه في قالب كيك عشان يديني الشكل ده، واقلبه على طبق التقديم وبعد كده على الوش الكبده. ولو حابه تستخدمي المكسرات، هو دايما الرز الخلطه بيتقدم مع الزبيب والصنوبر، انا هنا هستخدم نوع المكسرات اللوز والكاجو، محمصاهم لمدة ثواني في معلقتين من الزيت. هنستخدم المكسرات اللي انت بتفضليها، او ممكن نقدمه مع البقدونس من غير مكسرات. وصفة حلوة جدا، جربوها هتعجبكم قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط زر الاشعارات علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. مع السلامة.